السلام عليكم ورحمة الله. الكحول الميثيلي أو الميثانول، يقال إن أنت لو فضيت منه لتر أو لترين على كامل خزان الوقود عندك في السيارة هيرفع من أوكتان البنزين بشكل واضح جدا وهيخلي أداء السيارة إيجابي. ويقال أيضا إن بعض الناس اللي غاويين جري وشد وسباقات بيستخدموا الميثانول ده بكثرة لأنه بيخلي أداء المحرك جنوني. ما كدبتش خبر، رحت جبت لتر كحول ميثيلي، الرمز الكيميائي بتاعه CH3OH، وبدأت أعمل بعض الآليات والأدوات علشان أعمل التجربة دي اللي من شأنها إنها تجنبني خطأ العنصر البشري، وعلشان أضمن الحياد الكامل في التجربتين. الأول حطيت بنزين 80 في التجهيزات اللي أنا عاملها، وبدأت أمشي بالسيارة وأحسب التسارع والكيلومترات المقطوعة والبنزين اللي اتبقى، وبعد كده حطيت البنزين اللي عليه ميثانول، واستنيت حوالي 10 او 15 كيلو كده وانا ماشي بالسياره على ما اسمح للبنزين المختلط بالميثانول ان هو يكون خلاص دخل جوه المحرك، وبدات اتابع الوضع، ابص على دواسه الوقود، ابص على عصا السرعات، على الغيار الخامس، ابص على الشاشه قدامي، المؤشرات بتاعت السرعه. لا، ما هو لازم يكون في تفسير، يعني لازم يكون في تفسير، وبعدين انا مش هتزاول لوحدي، ما انتوا لازم تشوفوا اللي حصل عشان لو حد فيكم قرر ان هو يستخدم ميثانول في البنزين يكون عارف اللي هيحصل. خلينا نشوف التجربة مع بعض. دول عبوتين كل واحدة فيهم فيها 10 لتر بنزين 80، ولضمان الدقة المتناهية انا معاير اللترات دي بلتر معملي. اللي على اليمين دي مختلط بال10 لتر اللي فيها لتر كامل من الكحول الميثيلي، الرمز الكيميائي بتاعه CH3OH، وده اللي ناس كتير بتقول عليه الميثانول. علشان اعمل التجربة دي جبت عبوة بلاستيك وحولتها لما يشبه خزان وقود منفصل، وده بمثابة خرطوم الفايز او منظومة الايفاب، ودي طالما بايظة هحطها مكان الطالما الجديدة اللي هطلعها، ودول خرطومين لتطويل مسارات البنزين من هنا لهنا. الضفيرة منفصلة عشان اطول الضفيرة بتاعة طالما البنزين. سيرمومتر لقياس درجة حرارة الموتور، وانوميتر لقياس سرعة الريح. بوصلة. واللي هعمله دلوقتي هو ان انا هطلع طلمبه الوقود اللي هنا، انقلها هنا عشان يبقى اختبار منفصل، وهحط الطلمبه دي هنا عشان تقفل الخزان. كده صفت خالص، هنركنها عشان هنشتغل بيها هنا وهنقفل بدي. التجربة الأولى هتكون ببنزين 80 العادي. في ثقب أنا عامله في الجيركن من فوق عشان أفضي منه آخر قطرة بنزين. أصبح عندنا خزان وقود منفصل نقدر نجرب عليه بحياد ودقة تامة، ده خط الطالع وده خط الراجع ودي الضفيرة. ولضمان الدقة الكاملة في التجربتين هنقيس سرعة واتجاه الرياح في كل تجربة. الأول في التجربة الأولانية نبص نشوف سرعة الرياح مسجلة كام. متوسط من 3 ل 4 كيلو في الساعة، ولما نبص على الراية الزرقاء دي ونبص على البوصلة دي هنعرف ان اتجاه الرياح جنوب غربي. وعلشان اطلع الخطأ البشري في مستوى او طريقة القيادة في التجربتين لجأت الحل بسيط جدا لكنه دقيق جدا، تابع معايا. جبت مسمار وقطعته وجهزته بالشكل ده كده، بحيث ان انا عند الضغط على دواسة الوقود هشيل رجلي خالص وهثبت ده كده بالمنظر اللي انت شايفه ده، بحيث يبقى مستوى الضغط على دواسة الوقود ثابت طول التجربتين. ونصفر العداد. دلوقتي انا مش دايس على حاجة خالص تحت، واول ما هدور العربية، العربية هتدور عالية علشان خاطر الصامولة اللي انا مثبتها. تمام، انا مش دايس على حاجة اهو، هي كده ماشية بفعل الصامولة. نزل اليد وغير، مشيت، غير التاني، وهكذا معاها لحد ما توصل للسرعة الطبيعية بتاعتها.
ودلوقتي تقدر تتابعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غرائب السيارات وطرق إصلاحها، بنقدم فيها كل فكرة جديدة وطريفة وهادفة والأهم موفرة في مجال السيارات، ونسعد بانضمامك لنا. وعلى طريق مستوي تماما ما فيهوش عالي وواطي، والعربية ماشية بفعل المسمار اللي أنا جبته وعملت شكله بحيث إن هو يركب على البوابة بدل مستوى الضغط. نشوف العربية مسجلة كام؟ مسجلة بعد حوالي 40 كيلو، متوسط سرعة 105 كيلو. هفضل ماشي بيها بقى لحد ما أقفل 100 كيلو قيادة، وبعد كده أقيس وأشوف استهلكت قد إيه. كده قطعت 100 كيلو متر بالظبط. هنبدأ بقى دلوقتي نفضي البنزين المتبقي ونشوفها استهلكت كام ونعمل الاختبارات بتاعتنا. أول ما المراوح تقف هنسجل درجة حرارة الموتور. كده المراوح وقفت، نشوف الأول البلوك مسجل كام. متوسط 100 درجة مئوية، وش السلندر 102 درجة، بيت الكامة من 80 ل 77 درجة. ودلوقتي هنستخدم بنزين 82 المخلوط بالكحول الميثيلي او الميثانول. وبرضه نتأكد من وضع الظروف الجوية في التجربة التانية، ونبص على الجهاز مسجل متوسط من 3 لـ 4، مفيش تغيير يذكر. ولما نبص للراية ونبص للبوصلة دي هنعرف ان اتجاه الرياح لا يزال جنوب غربي. وعلى نفس الاعدادات نصفر العداد ونبدأ التجربة التانية. وعلى طريق مستوي تماما ما فيهوش عالي وواطي، وبرضو انا مش دايس على حاجة. العربية ماشية بفعل المسمار اللي انا مثبته عند البوابة. نشوف العربية مسجلة كام بعد حوالي 70 كيلو. مسجلة تقريبا متوسط 104 كيلو. المنظومة اللي انا عاملها ما زالت شغالة. وكده قطعنا ال 100 كيلو التانية ونبدأ نختبر ونشوف. وأول ما المراوح تبطل هناخد درجة حرارة الموتور. كده المراوح وقفت، البلوك 100 درجة، وش السلندر 112، بيت الكامة 95. طبعا خيبة امل كبيرة بالنسبة لي، ما طلعش حاجة من الكلام اللي بيتقال على الميثانول صحيح، بل بالعكس ده زود من استهلاك البنزين زي ما انت شفت بحوالي 200 مللي في 100 كيلو. اعتقد ان التركيبة الكيميائية بتاعت البنزين اعقد من ان الميثانول يتفاعل معاها ويرفع من الاوكتان. بالاضافة لمشكلة تانية ظهرت في اثناء التجارب، انا معرفش انت كنت مركز وانت بتتفرج على الفيديو وانتبهت ليها ولا لا، لان هي واضحة وضوح الشمس. وبالمناسبة تحت الفيديو ده على اليوتيوب مكتوب معلومات وتفاصيل تانية بخصوص التجربة دي، مهم انك تطلع عليها علشان تكون ملم بكل تفاصيل التجربة. وفي الفترة اللي جاية بإذن الله لو انت سمعت او تسمع عن امر ما او مسألة ما او موضوع ما في مجال السيارات محل جدال وخلاف ولغط بين الناس، اكتبولي تحت الفيديو ده على اليوتيوب في التعليقات، وتدريجيا في الفترة اللي جاية بإذن الله هبدأ أشتغل على كل موضوع محل جدال وخلاف بين الناس. لو لقيت إن الفيديو ده يستحق إنه يتنشر انشره، لأن زكاة العلم نشره مش إنك توقف المعلومة عندك. الهدف إن إحنا نزود الوعي عند الناس ونقلل الخرافات.
ولو مهتم انك تتابع كل الفيديوهات اللي هرفعها في الفترة اللي جاية بإذن الله، بعد ما تضغط على زر اشتراك في القناة فعل الإشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس عشان يجيلك إشعار بمجرد ما انزل فيديو. بكده أكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.